بالي من يوم السبت لحد النهار، وبقرا على نفسي انا والعيلين، ولا طيله ما قنعت فيه ولا طيله سكت حق، وما معيش فلوس ولا ادفع ايجار ولا ادفع حق. بتسكن في اوضه برضو؟ اه. ودينا قاعده مستخفتها وبالعيلين. قاعده مستخفتها بالعيلين وهي بنت. ده ابنك؟ اه وده بنت. وفين جوزك؟ مطلع معيش. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت مين عضو مجلس الشعب اللي معاك؟ اللي هو حيدر بغداد. حيدر بغداد. طب انت انتخبتيه؟ اه انتخبناه السنه اللي فاتت، وكنا بنعلق من الانتخابات. ابني كان بعلق له نقط الانتخابات. كان بيديكوا فلوس عشان تعملوا الحكايه دي؟ لا. امال انتخبتوه ليه؟ انتخبناه عشان انا هيبقى كويس معاك وكده. ما طلعش كويس. رحت له قلنا على شغل. فهميني، يعني انت كنت فاكره ان هو هيبقى كويس؟ اه. رحت له عشان خاطر يعني. امال بيقولوا ان هم بيدوكوا بال 10 جنيه و20 جنيه عشان تطلعوا في المظاهرات وعشان تطلعوا وتنتخبوا. ما حصلش كل ده كده. ما ادوكوش وجبات؟ لا 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 لا. رحت له عشان خاطر اقضي له، انا كنت عامله بتاع دوت ذات حاله، وقلت له على الاوضه لما وقعت وما معيش ولا هدوم ولا حاجه لعيالي وكل حاجه راحت. راح قال انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه بالساعة. والنهارده بقى لي 10 ايام قاعده في الشارع بس قدام الحي. امال انت انتخبتيه بقى على اساس ايه؟ ايه؟ انتخبتيه بقى على اساس ما نعرفش بقى ان هو هيعمل معانا كده. وقف مع الناس اللي هي معارفه واصحابه والتليفونات والناس الصعايده اللي زيه. احنا غلابه يا بنتي. يعني هو بقف مع الصعايده اللي زيه. انت منين اصلا؟ انا من صنطا. طب ما بيقول لك في ناس في الفيوم ما رضيش يدون شقق اهو. ما هو احنا كده كلنا كده، ما حدش خد حاجه. وكلنا كده واتغلبة زي بعضنا، بس هنعمل ايه يا بنت خالد؟ ودينا قاعدة بس زي ما انت شايفة كده. العيلين مرمين في الشارع ولا نايمة، عيلة زي دي تترمي في الشارع. رمضان كده؟ اه. هما طردوكوا من النادي مش كده؟ اه من النادي من امبارح قبل الفطار. الحكومة هي اللي طردتنا؟ الحكومة وضربتنا وبهدلتنا يا استاذ.